وبقراءتي للموضوع مثل ما انا بعرف يعني عم فكر على صوت عالي وكذا بالقصص اللي عم بتصير المجزرة او الإبادة اللي صارت على مستشفى المعمدان مزبوط هيدا عم بيقولوا انه طياره ما بعرف شو سمعوا طياره وصاروخ وما صاروخ وكذا انه ما بدها لا انه شو اسرائيل عم تقصف تقصف مستشفى فيها 500 طفل وكذا اكيد <applause> لا. اكيد لا وانا بقول انه بكره عم يحكوا تحقيق وما تحقيق وكذا انا بقول بالتحقيق رح يطلع وهذا فيلم حاضرينه ونحن. انه في حدات كان عم بلحم تخت بالطواري وصار احتكاك الكهرباء وصار هذا الشيء يعني يا لطيف لانه معقول تكون كمان استعيد دار بالمرفأ اكيد لا لا هيدا عم اقول لك سينو من فيلم اسمه اربعاب عندنا بلبنان <applause> يعني وبكى بس اهل الشهداء بيطالبوا بتحقيق نزيه بينزل نزيه بيطرقهم قتله ممنوع يطالبوا <تصفيق> <تصفيق> اما بموضوع لبنان خلص يعني مرتي حتى قالت لي انه خلص ما بقي نعاش بلبنان يعني مستعدة تروح تعيش بمالديف بس ما بقى تعيش بلبنان ياسي شو بدك تقول ليه يا عمي قال خيفاني من الجنوب انه حدا يفوت على الجنوب قلت له جنوب ما حدا فيه يفوت عليا لان في ابطال فوق طبعا قلت لي كيف ما حدا فيه يفوت عليا وفاتت جويس عايقه قلت له لا هلا جويس يعد خرق يعني يمكن صار خيانه بالموضوع بس انه بس مش هالقد يعني المهم جربت طمنها شوي اكثر ما كنت بالاخير قلت لها قلت لها الأيام ما في حرب ماجي فرح قال ما في حرب قلت لي شو خاص ماجي قلت ما بعرف شو خاص ماجي بس انه عم جرب تريحنا يعني عطارد لا قال برج الجوزاء ما عليه خطر ارتحت مرتي مع انه مرتي برج العذراء بس انه ريحتها يعني قلت لها ما تعطي الهم هلا في خطط استباقيه عم بتصير وهيك وهول الخطط الاستباقيه كثير مهمين يعني انا وصلت لمطرح أقدر أطمن مرتي انه اذا صار ما صار بالبلد بنهرب على المطار قلت له خطه كيف تهرب من المطار خيي هشام كيف تهرب من المطار ايوه رح أفرّجيك اياها وهيدي بدها شويه وقت بده يكون كل واحد معه اياها يعني هلا منيح انه العدو بعده على في الصيف معنا, فرق ساعه نقدر نقريها ونهرب من المطار وكذا هلا هيدي مش للنشر اكيد اكيد وعم حطها على التلفزيون ما حدا حيشوفها لا لا عم لك هيدي مش للنشر وسريه للغايه هلا بدك كيف سريه وجبتها انا في خاي أدرى كان منزلها عنده يعني عم بخبروك وين بدك تتخبى وكذا هلا انا فهمت من هذا الموضوع انه هي مزبوطة هي مزبوطة النشري تبع المطار هي مزبوطة ايه وين بتتخبى وكذا يعني <applause> اذا بتشتغل بالمطار اذا بتشتغل بالمطار واذا ما بتشتغل بالمطار ايه انه بس بيزنطوا اللي بيعيشوا بالمطار ونحن نكون بالمطار خبرك هلا هي المطار شوي صار مقسم يعني ايه بيحكوا تقسيم قسموه شرقية وغربية ايه, إيه. هلا حاطين انه بدك تهرب اول شيء ما تطلع بالمصعد هن عاملين خطة استباقية منزوع المصعد اصلا <applause> ما بعرف ليه كتبوا نزال بالدرج يعني هلا إيه؟ المهم على الميله الغربيه بينزل بيتخبى ورا ويهي <applause> خليك <applause> معي مضبوط هي خيي والله وعلى الشرقيه بيتخبى ورا ديور <applause> <applause> انا قلت انا يمكن ليه مش كلهم ورا دويهه يمكن في ناس معهم سكري وما بيقدروا يتخبوا ما بعرف يعني ما عندهم اراده بيتخبى ورا <applause> 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 ما عندهم اراده ايه <applause> 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 هلا انتبه اذا تجرا العدو الصهيوني بده يقصف المطار ما يقصف المدرج والطيارات لما في حدا نحنا نصنا مخبى ورا دويه ونصنا مخبى ورا ديور <applause> <applause> ايوه